السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد ذلكم تثبيت عمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعمل لايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بخبر عاجل، الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير 4 رهائن في نصيرات وسط غدة. أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير 4 رهائن أحياء من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية. وقال الجيش إنه تم إنقاذ الرهائن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشباك وقوات اليمام من موقعين منفصلين في قلب نصيرات. وصف الجيش الحالة الصحية للرهائن بالجيدة، حيث تم نقلهم إلى المركز الطبي شيبا في تل هوشمير لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية. ونشر الجيش أسماء الرهائن المحررين نوعا إرغاماني 25 عاما والموغ مائيجان 21 عاما واندري كوزلوف 27 عاما وشلومي ريف 40 عاما، قائلا ان حماس اقتطفتهم من مهرجان نوفا الموسيقي في 7 اكتوبر. كان الجيش الاسرائيلي قد قال في وقت سابق انه يستهدف البنية التحتية للمسلحين في منطقة النصيرات بغزة، وذلك في اعلان غير معتاد عن عملية جارية. وسمع عدوي انفجارات عنيفة جدا في مخيم النصيرات، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي عشرات القذائف صوب المخيم. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية خبرا مفاده أن عددا كبيرا من الطائرات الحربية شارك في قصف وهجوم استثنائي على منطقة مخيم النصيرات وسط القطاع. كما شن الجيش الإسرائيلي غارة على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلحة، توقع عشرات الجرحى بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي عنيفة شرقي المدينة تشارك فيه الطائرات المروحية. وبهذا قد أوفيناكم بهذا الخبر عاجل، الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير 4 رهائن في النصيرات وسط غزة. لا تنسوا الاشتراك في القناة في زر الجرس دعم الله برأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.